الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع كيف نفسر المعلومات التي نقدرها من نماذج قياسية مختلفة. مثلا عندي هذا النموذج y sub i تساوي a زائد b في x i. هذا لاحظوا لي أنه هنا y i بكمياتها ومستوياتها العادية levels بنسميها، و x i كذلك الأمر، فبنسمي هذا النموذج خطي خطي. معنى آخر، هذا يعتمد على هذا بشكل خطي، اللي هو المتغير التابع يعتمد على المتغير المستقل بشكل خطي اللي هو y i y sub i طبعا تساوي a زائد b في x i. هناك نموذج آخر خطي لوج، اللي هو الطرف الأيسر بيكون خطي لكن الطرف الأيمن طبعا يساوي A زائد B، لكن في اللوغاريتم الطبيعي اللين، هذا اللوغاريتم الطبيعي إلى إكس أي. وبالتالي المتغير التابع يبقى بوحدات القياس العادية، لكن إكس أي هنا المتغير المستقل هو بوحدات اللوغاريتم الطبيعي للكميات الأصيلة. عندي الآن شكل ثالث، عفوا، لوج لوج اللي هو عندي في الطرف الأيسر المتغير التابع أخذناه بمستويات اللوغاريتم من الفضاء العادي إلى الفضاء اللوغاريتم تساوي A زائد B في اللوغاريتم لـ XI، إذا لوج لوج. وأخيرا عندي نموذج الآن هو لوج خطي، اللي هو عندي الطرف الأيسر لوج، يعني بمعنى آخر المتغير التابع حسبناه بواسطة اللوغاريتم، لكن المتغير المستقل على الطرف الأيمن هنا يبقى الآن بمستويات العادية. لاحظوا لي الآن هذه هي النماذج الأربعة التي سنتحدث عنها: خطي خطي y sub i تساوي a زائد b x i، خطي لوج y sub i تساوي a زائد b في لين اللي هو اللوغاريتم الطبيعي إلى x i، لوج لوج اللي هو اللوغاريتم الطبيعي إلى y i تساوي a زائد b في اللوغاريتم الطبيعي ل اكس اي، واخيرا لوج خطي اللي هو اللوغاريتم الطبيعي ل واي اي متغير التابع يساوي اي زائد بي في اكس اي بمستوياتها العاديه. الان لنفترض بان لدينا البيانات هذه، لدينا البيانات الاتيه اللي هي اكس اي وواي اي. عندي اكس اي 1 5 5 الى 40، واي اي 3 5 5 وهكذا الى 17. فيمكن لنا أن نبين على سبيل المثال، هنا نفترض أني أخذت كل هذه الكميات وبدأ أشوف يعني الشكل البياني لها واخترت هذا، فلاحظوا لي أنه الشكل البياني يأخذ تقريبا يعني هذه المنحنيات، لكن الآن نتخلص منها وبدي أقدر طبعا هنا أولا خط مستقيم، عفوا يعني سأعيد الرسم هنا insert هنا insert عفوا هاي. الآن بدي أقدر هذه الإعوجاجات والانحناءات في الكميات، هذه كمية yi على شكل خط مستقيم بواسطة الدالة الأولى خطي خطي. فهنا الآن ليس هناك أبسط منها، بنلاحظ أنه يعني نروح على الآن data بعدين نختار، طبعا بعد ما نضغط على الداتا هنا نختار داتا اناليسس. لاحظوا لي الان في عندي عده خيارات، اذهب الى الاسفل بعض الشيء واختار ريجريشن اللي هو الانحدار، ريجريشن هذا الان ريجريشن، اضغط عليه راح يسالني به هنا اللي بسموه دايلوج بوكس، هذا بسالني انه طبعا بدي اختار مع الليبلز واختار الانبوت اوف واي اي. هنا الانبوت اوف واي اي ساختار طبعا هنا، لان اخترت الليبلز هنا، خلينا بس حتى ما اغلط خلينا امحاهم. والان اختار هذه الكميات كلها لواي اي اللي هو المتغير التابع، اما المتغير المستقل فهو مع الليبلز، طبعا بنختار هذه الكميات مع الليبلز اللي هي عنوان العمود. ها وضع لي اياه هنا، لا اريد ان اتحدث عن الريجوال وباقي الاشياء، فالان ساضغط على اوكي حتى يعطيني نتيجه الريجريشن وتفسيره. الان اي اوكي اعطاني التفسير هنا.
هل أوسع هذه الخلايا هنا حتى تكون واضحة أمامنا جميعا؟ أوكي، اصبروا علي قليلا. فهنا الآن وسأضعها كلها في المنتصف الخلايا حتى تغدو واضحة أكثر. أذهب إلى هوم، بالمنتصف بالمنتصف الآن. لاحظوا لي هنا هذه الكمية، يعني النموذج الخطي، هذا النموذج الخطي دعني الآن أعمل له كوبي هنا، كوبي، وأذهب على الشيت الثالثة وأضعه هنا. أوكي، الآن بقدر أغير واي اي. طبعا الآن أصبحت هات، يعني بروح على الإكويجن هنا وتصبح لي هي المقدرة، هذه المقدرة الآن بنقولها كلياتها. أوكي، كلها هون بعملها اكس وأضع هنا ذي. إذا الآن طبعا صغيرة، أو بالأحرى سألقيها كما كانت بالأول هنا هكذا واي اي، لكن ايه هي تساوي 4.5 2. لاحظوا لي هنا 5 2 6 3، خلاص سأكتفي فقط بأربع خانات. وبي اللي هي هذه بي المقدرة تساوي 0.3272 تقريبا، يعني لو قربنا هذه بيطلع القيمة. فالآن المقصود هنا يعني نستطيع أن نفسر النتائج بأنه كلما تغيرت اكس اي بوحدة واحدة، وحدة واحدة فقط لا غير، فإن واي اي تتغير بمقدار الوحدة ضرب فاصلة 30 72، أي أقل من وحدة واحدة. هذا الآن التفسير الأولاني. نرجع الآن على الداتا الأولانية، وبدنا نقدر الآن. طبعا هنا إذا بتلاحظوا لي لو نضع خط مستقيم هنا قد يكون شكله هكذا في بعض القيم هنا، يعني ديزاين ممكن أختار الفورمات تبعتي هنا على الانسيرت، واختار على سبيل المثال هذه النقاط. لاحظوا لي بلونة، فلاحظوا لي بعض النقاط اتت فوق الخط المستقيم وتحتي وبعضها تحت الخط المستقيم تقريبا شكلها هكذا. فهذا الخط المستقيم معادلته هذه اللي هي بالشيت ثلاثة اللي هي واي اي تساوي 4.5263 من التقدير هذا هنا، زائد فاصلة 30 72 من التقدير هذا. إذا الآن هذه الآن أول تقدير. حتى يعني أوفر مساحة هنا دعني ألغي كل هذا الكلام هنا، أخلص من هذا الخط المستقيم، وأريد أن أقدر الآن خط لوج. بمعنى آخر Y ستبقى بمستوياتها العادية Y I، لكن X I الآن أخذنا اللوغاريتم الطبيعي لها، وبالتالي هنا أستحدث ما يسمى بلين اكس اي. وطبعا هنا هاي بخليها سبسكريبت هذه هنا. لاحظوا لي الان ارجع هوم، اضعها في المنتصف، اكبرها حتى تعتمد بهذا الحجم هنا، واختار التايم رومان حتى تكون متسقه مع بعضها البعض، واللون الازرق هذا اللي مشان ما نخربط يعني حتى لا نربك انفسنا. فالان اللوغاريتم الطبيعي لهذه الكميات اتي على الخانه سي 2 واضع تساوي لن راسا اللي هو اللوغاريتم الطبيعي، لماذا؟ للخانه الاولى هذه، اغلق القوس واضغط انتر، طلع عندي طبعا اللوغاريتم الطبيعي الواحد يساوي صفر، اضعها في النص في المنتصف، لكن بسحب من المربع البسيط هذا، المربع الصغير جدا اللي جاي على هذه الزاوية. لاحظوا لي عندما تظهر إشارة الأكس بسحب إلى الأخير، فبعطيني قيمة اللوغاريتم الطبيعي لكل القيم هذه، هذه القيم. فاللوغاريتم الطبيعي للواحد يساوي صفر، اللوغاريتم الطبيعي للخمسة يساوي 1.60944، وهكذا إلى أن ننتهي من اللوغاريتم الطبيعي لأربعين تساوي 3.6888 وهكذا. الآن أريد أن أقدر دالة هذا شكلها القياسي واي اي، تبقى بمستويات العادية لكن يعني الانحدار على
ماذا؟ على اللوغاريتم الطبيعي لا اكس اي. فاذا اذهب الى داتا واختار الداتا اناليسيس، وفعلا احتاج الى ريجريشن هنا لانه ذاكره الاكسل تبقى كما هي. لكن الان هذا مضبوط هنا، لاحظوا لي يعني حتى اتاكد انه انا اخترت الان مع الليبلز هنا، لكن الاكس اي الان لم تعد هذه، اصبحت الان اللوغاريتم الطبيعي لواي الاكس اي. لا احتاج اي شيء اخر، اضغط اوكي الان بيطلع عندي الشيت. هذه هي اللي هي، لاحظوا لي حتى اوسع الخانات، هذه الخلايا تكون واضحه عندي. اذهب الى الشيت الثانيه وانقل هذه، حتى اقول لك يعني اقول بالضبط كيف شكل الداله رياضياتيا. بعمل كوبي لها واذهب الى الشيت الرابعه واضغط هنا. الان بصلح عندي yi اللي هي تساوي هذه الان فاصله بعد صفر طبعا فاصله 21.97. اوكي من هنا باخذ عفوا من هنا الكوفيشنت هذه. لكن بي الان بي هي تساوي 3.8657، إن لم أخطئ 3.8657. نعم الآن ما المقصود فيها؟ إذا تغيرت الآن هنا، الآن تصبح التفسير بيختلف عن الخط خطي كما ذكرناه هنا أحبتي، إنه إذا تغيرت هذه بوحدة واحدة فإن واي آي تتغير بمقدار 0.3072 من الوحدة. أما في هذا الآن النتيجة إذا تغيرت اكس اي على سبيل المثال بمقدار 1% فقط، فإن واي اي تتغير بمقدار 1 ضرب هذه القيمة اللي هي 3.8657%. يعني بكون إذا هون الآن اكس اي تغيرت بمقدار 10%، لاحظوا الآن يعني سأكتبها هنا وأكتب الآن 10% مقدار التغير في اكس اي، فإن واي اي ستتغير بمقدار 10% ضرب هذه القيمة، هذه القيمة، لأنه هون عندي الإلاستيسيتي أصبحت الآن، وبالتالي كم وحدة طبعا هو ستتغير بمقدار كذا وحدة، فهون عندي بالمية ستتغير بمقدار 38 وحدة. هاي الآن مقدار التغير 38.65657. الآن هذا إذا تغيرت اكس اي بمقدار 10% فإن واي اي ستتغير طبعا العلاقة موجبة طبعا هنا بمقدار 38.651، يعني تقريبا 39 وحدة. إذن هذا التفسير لا اللينير اللي هي الخطي لوج. نأتي الآن على الصيغة الثالثة قبل الأخيرة وهي لوغ 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 لوغ. سأنقلها هنا الآن عندما يعني الآن بحاجة قبل أن أنقلها أني أستحدث عمود جديد اسمه لين واي آي، ولين واي آي الآن هي سبسكريبت أضعها في المنتصف هنا أكبر حجمها حتى تكون متسقة مع هذا أو أصغره هنا. أوكي فكذلك الأمر بولد وإيتاليك، وأضع تايم رومان حتى تكون متشابهة مع أخواتها. أرجع هنا وألونها أعطيها اللون اللي هي الأحمر، هذا الأحمر. فإذا الآن اللوغاريتم الطبيعي لواي آي هنا آتي على الخانة دي 2 تساوي لن ماذا؟ نفتح قوس لن هذه الكمية، أغلق القوس وأضغط انتر بطلع عندي هذه القيمة الآن لن، لاحظوا لي طبعا أضعها في المنتصف وآتي على المربع البسيط في آخر الخلية هذا عندما تظهر إشارة الزائد هنا أسحب للأخير بطلع عندي من حالي هاي اللوغاريتم الطبيعي ل واي آي. الآن أريد انحدار اللوغاريتم الطبيعي ل واي آي على اللوغاريتم الطبيعي لأكس آي اللي هي لين واي آي تساوي A زائد B
في لينكس اي ونفسرها. فدعنا الان نذهب الى داتا هنا داتا اناليسيس ريجريشن، كذلك الامر نفسه. الان اضغط اسالني الان ماذا تريد. لا اريد الان الا هنا اللي هي واي اي مع الليبلز، اوكي عفوا اللين تبع واي اي، وهنا اوكي اللين لاكس اي هنا. بعد ما اتاكد من اني ما اخطات هنا اضغط اوكي، بطلع عندي الشيت الخامسه هذه. الشيت الخامسه بتقول لي انه دعني اوسعها لكم حتى تكون النتائج واضحه. عندي الان اذهب الى الشيت الثاني مره اخرى حتى انقل هذه الصيغه هنا، كوبي الشيت الخامسه هنا اضعها هنا. والان بتقول لي النتيجه انه A هي عبارة عن 0.9919 تقريبا، اوكي، زائد الان 0.4794 ان لم اخطئ. هذه القيمة هنا. ما التفسير هنا؟ التفسير انه اذا تغيرت على سبيل المثال XI بمقدار 10%، نضحون 10%، فان Y ستتغير بمقدار 10 ضرب هذه القيمة، اوكي، اللي هي تقريبا 4.794%. يعني هنا التغير المئوي مقابل تغير مئوي، بمعنى اخر هنا هذه البيتا هات او البيت البي المقدرة اللي هي فاصلة 47.94 هي مرونة واي اي نسبة الى التغير في بالنسبة الى اكس اي. وبالتالي اذا افترضنا بان اكس اي تغيرت باي مقدار، لنقول بانه 10%، فبتضرب 10% ضرب هذه القيمة بطلع عندي مقدار التغير في واي اي اللي هي 4.79 تقريبا يعني 5% الا اقل. اوكي، الحالة الاخيرة التي سنعالجها بالشيت، نرجع للشيت الثانية. اريد ان اقدر الان لين واي اي على اكس اي، وبالتالي الان عندي كل المعلومات. اذهب الى داتا اناليسيس، اختار ريجريشن، اوكي. الان اريد اللي هو لين واي اي، مظبوط بقي كما هو، لكن هنا على اكس اي. اذا الغي كل هذه الخانات هنا واضع اكس اي هي المطلوب. لاحظوا لي لين اوف واي اي تساوي اي زائد بي في اكس اي، وبالتالي اكس اي بقيت عند مستوياتها العاديه، لكن الواي نقلناها الى الفضاء اللوغاريتمي. بعد ما وضعت كل الخلايا الان اضغط اوكي، بطلع عندي الشيت السادسه. هذه الان النتائج التي حصلنا عليها. ساذهب الى الصفحه الثانيه ثاني مره وانقل كل هذه الداله هنا، كوبي، اذهب الى سته اضعها هنا وأعدل عليها كما يلي. الآن A هي تساوي 1.5858 تقريبا 5.9 هكذا، أوكي، زائد الآن هنا B تساوي 0.0351 أو 5.2 تقريبا 5.2. ماذا تقول الآن؟ إذا تغيرت الآن هذه النتيجة، إذا تغيرت X بوحدة واحدة فإن Y، هاي الآن X بوحدة واحدة تغيرت، فإن Y I تتغير بمقدار بالمية هنا اللي هي point، لاحظوا وحدة هذا اللي هي 3، يعني حط 0.0034 تقريبا 5%. هذا هو النتيجة، وحدة واحدة فقط لا غير. إذا تغيرت بمقدار 10 وحدات، العشر وحدات الآن بنضرب بهذه الكمية، لنفترض الله إنه الآن أكس تغيرت بمقدار 10 وحدات، فالآن تضرب العشرة بهذه الكمية هنا، أوكي، اللي هو التغير في لن، وطبعا بالمية هنا، لاحظوا لي إذا تغيرت هذه بمقدار 10 وحدات فإن
اللوج العفو في ان واي اي تتغير بنسبه مئويه، فبتضرب الان 10 تساوي 10 10 ضرب هذه القيمه اللي هي فاصله 0.3452 وتساوي اللي هي اقل من يعني قول تقريبا 4.3 هاي 3.5 تقريبا بالمية، 3.5% تقريبا. هذا الآن هي تفسير هذه النتائج. أرجع للشيت الثانية أذكركم بأن الخط خطي إذا تغيرت هذا بوحدة واحدة أو بوحدات فإن هذا يتغير بوحدات. الخط لوج إذا هذا تغير الآن بنسبة مئوية معينة فإن هذا يتغير بوحدات. اللوج لوج إذا هذا تغير بنسبة مئوية معينة فإن هذا يتغير بنسبة مئوية أخرى، نسبة نسبة. وأخيرا اللوج خطي إذا هذا تغير بوحدات فإن الواي آي تتغير بنسبة مئوية معينة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.